كتير معايا مقشرات. في ايه يا شيري؟ انت عارفه ان حماتي مش بتحب الليمون كتير عشان ما يبقاش ممرر. طب اودي الليمون ده فين يا شيماء؟ نبقى نشربه انا وانت بقى يا شيري. بقول لك ايه، هو انت ظبطتي السكر؟ اه ظبط. طب روحي يلا بقى هاتي المصفى عشان نودي لها العصير. حاضر على طول. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك يا ماما، عملته لي. ازيك يا حسام؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا شيماء. ازيك يا حسام؟ في ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ عندي حساسيه ده مش في ايه؟ في ايه؟ ماله العصير يا ماما؟ انا ظبطت لك السكر على فكره. في ايه؟ في ايه؟ هموت. ايه ده؟ في ايه يا شيري؟ عشان ده مزطش طول عليك. انت عامله ايه في العصير ده؟ ما عملتش حاجه والله. هو ده العصير اللي انت عملتيه؟ ماما ده عصير الليمون اللي انت طلبتيه مني. لا ده شطه. اه اسرح يا شطه. ايه ده يا شيري؟ ده كله منك لله يا شيخه. منك لله. انت عايزه تموتي حياتنا يا شيري؟ في ايه؟ منك لله يا شيري. والله العظيم يا حسام عامله عصير ليمون وحاطه لها سكر كمان. طب دوق يا حساب، دوق مشطشط خالص يا ما هو ريحته كله شطه. ايه ده؟ وده ليمون ده ولا شطه؟ ايه يا شيماء يا ماما؟ انا والله العظيم اعتبريها زي مامتك، حرام عليكي. دايما اقول لك ماما انا ما عملتش حاجه والله، انا عامله لك عصير الليمون اللي انت بتحبيه. خلاص يا ماما. خلاص خلاص يا جماعه، ممكن مش قصدها. خلاص خلاص يا شيري خش انت. قصدي بس يا حسام. خلاص يا شيري خش انت يا شيري. حتى لسه برضو يا حسام امبارح عامله رز مملح وماما ما قدرتش تاكله، واول امبارح برضو بتعمل لها برضو شاي. طب خدي ارمي البتاع ده واعملي لماما بقى عصير ليمون ساعة بالتلج كده. ومعلش يا ماما حقك عليا، مش قصدها اكيد. ماشي يا حبيبي. ده انا من عيني الاثنين يا ماما هعمل لك احلى عصير في الدنيا. انت عارفه انا بحبك قد ايه. يلا يلا يا شيماء. اذنك وجعتي صدري. معلش يا ماما معلش، ممكن مش قصدها، ممكن غصب عنها وقع في الخلاط ولا حاجه. ده النار خالص يا ابني، تعب صدري. وانت عارف انا عندي حساسيه يا حبيبي. مش معلش قادر. معلش انا هخلي شيماء تعمله لي. ماشي يا حبيبي. هو جبريل فين؟ هناك في الاوضه. يعني هو جوزها هنا؟ اه جوزها هنا. ماشي يا ماما. ماشي حبيبي. ايه يا شيري؟ ايه يا شوشو؟ جبريل بينادي عليك، انت مش سامعاه؟ لا بجد؟ اه ده قاعد ينادي يقول يا شيري يا شيري يا شيري، بقه زمان وجع. روحي شوفيه. ما سمعتوش؟ طب بعد اذنك. ماشي. روحي يا شيري شوفي جبريل عايز ايه. الحقني يا حسام، الحقوني يا اولاد. منك لله يا شيخ. حرقت لي الجلابيه. حرقت لي الجلابيه يا ابني. في ايه بس يا ماما؟ حرقت لي الجلابيه. مين اللي حرقت لك الجلابيه؟ شيري حرقت لي الجلابيه وهي بتكويها. كل ما تكوي حاجه تحرقها لي، تعمل لي ليمون بشطه يرزق كده يا ابني. والله يا امي ما حرقت حاجه. شيماء دخلت وقالت لي جبريل بيندهلك بره، طلعت اشوف ايه وارجع تاني. هو جبريل كان بيندهلها؟ ما حصلش يا حسام. انت دخلت وقلت لي كده يا شيماء. اه انت كنت بتكوي، وبعدين ماما نادت علينا دلوقتي انا وحسام، وبتقولي العبايه محروقه. يبقى انت حرقتيها. شيري شيماء كانت قاعده جنبي وطول اليوم ما دخلتش اصلا، وجيت جنبك بالظبط. انت مش مستداني يا حسام؟ بقول لك شيماء دخلت وقالت لي جبريل بيندهلك بره. يا شيري انت بقالك كام مره كده بتعملي حركات غريبه؟ انا مش قادره افهمك. هي دي مش زي مامتك؟ طب لو انت يا ستي هي تعبكي، انا ممكن اخدها واروح اي مكان ونسيب لك هنا. يا شيخه حرام عليك، انت ليه بتكذبي؟ والله العظيم يا ماما انا ما عملت كده. امال مين اللي حرقها؟ انت اللي كنت بتاكلي. أيوة انت اللي كنت بتاكلي العبايه. مين اللي حرقها؟ يا ماما اسمعيني بس، انا كنت باكوي، ولما هي دخلت انا شلت المكوى عدلتها وكنت هرجع تاني. انا مش عايزاكي تقعدي معايا هنا خالص، ومش عايزاكي تيجي عندي خالص. عايزاكي تاخدي جوزك وتمشي. يا حسام عبايه تحرقها لي، ليمون تعملوا لي فيه شطه، انا عايزين يموتوني يا ابني. انا تعبت. طب ايه دي يا ماما؟ انا تعبت. لا يا ماما قصدك تقولي عايزه تموتك، انما انا بحبك. حرام عليكي. شيماء استني يا شيماء دلوقتي. شيري انا مش عارف اقول لك ايه. ده تاني حاجه ولا تالت حاجه تحصل؟ انت حقك عليا وعلى يدك وعلى يدك. انت طيب يا حسام وحنان يا حسام، ما بتشوفش حاجه. عشان خاطر سامحيها يا ماما. مش قادره اسامحها يا حسام. معلش انا بقول لك ما عملتش حاجه يا ماما. انت ما بتشوفش حاجه يا حسام. انت حقك عليا. وشك اصفر من عصير الليمون اللي عملتيه امبارح. انت بصراحه يا شيري دوتيها قوي، وانا ياما نصحتك على فكره. انا مش هقول غير كلمه. سامح حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. يلا تاخدي جوزك. خاطر يا ماما انا همشي. باي باي يا شيري، هتوحشينا. ما ينفعش تردها كده يا ماما برضه. بص يا حسام انت ما بتشوفش حاجه يا حسام. الليمون فيه شطه يا حسام، والعبايه حرقتها. كل ما انت جايب لي العبايه غالي يا حسام. هو انت متضايق؟ انت بتجيب لي جيب لي غيرها بس هي ممكن تشطها. يعني كل شويه تجيب لي عبايه وتجيب لي ده وتجيب لي ده، حرام. ما يرضيش ربنا. ما يرضيش ربنا يا ابني. بقول لك يا حسام روح انت بقى شوف شغلك وسيبني مع ماما. اه انا هقعد مع شيري. يلا روح بقى. هي بتحبني وبتعملي اللي انا عايزاه كله. من نفسك حبيبتي. حبيبتي انت اللي حبيبتي. ما تزعليش يا روح قلبي. ده عيد الام كمان يومين وهجيب لك احلى عبايه، وكمان هجيبها لك براند ب 1550. حبيبتي حبيبتي حبيبتي. بصي عايزه كل حاجه تموتني. معلش. تحرق دمي. خلاص غارت بقى. روحي اعملي لي لقمه كلها. حاضر هستناكي في الليفين. حبيبتي ده كل حاجه ايه زي ما اتفقنا عليها.
طبعا وحطيت الفلفل على الليمون. بقول لك ايه، وحماتي كانت هتشربه وهتموت. مش كده وبس، والرز حطيت عليه كيسين ملح. والنهارده اخر حاجه كويت، حطيت المكوى على العبايه حرقتها. انت عارفه ان البت شيري دي هبله، ما تعرفش تعمل الحاجات دي، وفي الاخر طردتها طردت الكلاب، وبقيت هنا قاعده هنا في البيت ملكه. طب اقول لك على حاجه هتستغربيها، حماتي بتعمل لي الاكل دلوقتي. طبعا بقت زي الخاتم في صباعي، واصبري كمان يومين وحسام ده هيبقى زي الخاتم في صباعي، وهمشي البيت كله على عجين ما يلخبطوش. تمام. ده انا وايه كمان؟ حسام كنت بكلم هند وبقول لها تتصرف. هند اختك صح؟ عشان نرجع شيري، صعبان عليا قوي نتكلم يعني مع ماما وكده ونرجعها يا حسام. ده كل اللي حصل. بس يعني انت اللي عملت كل الافلام الهنديه دي عشان تخلي البيت تطرد من الشقه كده؟ لا انا اعمل كده؟ هي بنت غلبانه ما بتعملش اي حاجه، وانا كنت متاكد ما عملش اي حاجه، وكل الاعمال الشيطانيه دي تطلع منك انت. لا ما حصلش. هي انت عارف ان شيري طول عمرها مش بتحب ماما يعني وكده. يعني انت حطيتي ملح على الرز اللي هو لسه اصلا ما حدش اكتشفه، وحرقتي العبايه بتاعت امي ولبستها في شيري، وحطيتي الفلفل على الليمون ولبستيه في شيري. طب انت طب سؤال واحد بس، يعني انت لما توقعي الدنيا في بعض واحده وحماتها، ايه اللي هتستفاديه؟ اللي هي انت هتتعاملي كويس مع حماتك وكده، البيت فضيلك ويخليها هي تعمل لي اكل، فرحانه قوي اللي ست الكبيره هي اللي بتعمل لك الاكل، وهبقى خاتم في صباعك ازاي؟ فاهميني يعني؟ يعني ابقى خاتم في صباعي؟ لا يعني كنت اقصد ان انت يعني انا حرام، انا بص انا حرام. لا ان انت تفهم معايا عشان كل حاجه تمشي خطوط تنقط وكده يعني. مش التليفون اللي جبته لك؟ ما والنبي والنبي يا حسام استنى وهبيعه. لا عشان تتسرش تمسكي تليفون. لا يا حسام، ده اول هام. تاني هام، انا هكشفك، هكشف حقيقتك قدام امي وقدام الكل. لا وهشوف امي هتمشي الموضوع ولا لا. كده كده هقابل ابوك وامك وهقعد مع معلم، هعلمك الادب قدامهم، وفي نفس الكلام هعلم اختك ازاي تتعامل كده وازاي تبقى متفقه معاك على حاجه زي دي. طب استنى يا حسام، بس انا هشرح لك الموقف يعني. مش هشرحي اي حاجه. استنى بس، انا هعرف ازاي اعلمك الادب وادبك. طب خلاص. مش هتقعدي في شقه امي دي تاني. ليه يا حسام؟ هتقعدي في الشقه التانيه ولوحدك. الشقه التانيه صغيره قوي يا حسام، ما بعرفش اقعد فيها. هتفضلي قاعده فيها. طب خلاص، انا احنا نرجع شيري وهتزلها قدامك. لا هرجع شيري وهعرف امي كل حاجه، وهي بقى الحره تسامحك ولا ما تسامحكيش. وامي جايه اهي. ياما. نعم يا حسام. تعالي يا ماما. ما تقولهاش حاجه بقى. ما انا عارف. تعالي يا ماما تعالي. ايه يا حبيبي؟ بص، ايه يا حبيبي؟ عاوز اقول لك اللي عايز يقول لك ان بس راسي شيري، ولا حاطط لك شطه في الليمون، ولا حريت لك عبايات، ولا عملت اي حاجه من دي. ازاي؟ الاستاذه هي اللي عملت كل الكلام. لا يا ماما انا ما عملتش حاجه. انا سمعتها بتكلم اختها وبتقول لها انا حطيت لها الشطه في الليمون ولبستها لحد ما طمشتها من الشقه، ودلوقتي حماتي ختم في صباعي، وحماتي هي اللي بتطبخ لي، وهخلي حسام ختم في صباعي. ايه رايك بقى؟ انت يطلع منك كده؟ وانا كنت شاكك اصلا ان شيري ما عملتش اي حاجه، وعارف البنت دي غلبانه اهو. انا بحبك. لا ما هو انا انت تدمني كده؟ انا هفهمك. يعني ما كانش حسام كشفك؟ انا ما كنتش اعرف. ما انا هفهمك بس يا حسام. فهمك ايه؟ هفهمك بس إيه؟ اللي حصل كله ان انا يعني كنت الله يبارك لك يا ابني. اسمعني بس. بصي بقى، ليه كده يا بنتي؟ دي مش هتخش البيت بتاعك تاني، وهتقعد في الشقه التانيه، وهتكلمي شيري ترجع وتعتذر لها بعد اذنك يا ماما، واحنا نعتذر لها ومش هنعرفها الحوار ده، عشان برضه ما ابوظش شكلي انا، عشان دي في الاول والاخر برضه ايه؟ مراتي. معلش. وللاسف هي مراتي، بس طبعا لسه هاخد حق وحقك وحق شيري من ابوها وامها ومن اختها الزباله اللي بتتفق معاها. اعمال شيطانيه دي تطلع منك. اسمعي بس يا ماما، صوره ملاك كده. انا ما بحبش اقعد في مكان ويبقى زحمه عليا، فانا حبيت ان احنا نطفي الشيري ونقعد انا وانت. ما تحلميش بيها، ومعيشك عيشه ما تحلميش بيها. تعملي مع ابني كده وتخونيه ليه كده؟ خلاص يا ماما، اللي حصل حصل. احنا نرجع. خشي عبي هدومك في الشنطه عشان ترجعي الشقه. وهسيب الشقه دي لمين؟ كلمه كمان هتاخدي بالقلم على وشك، وانا لحد دلوقتي مش عاوزه امد ايدي. طب اللي فيك ده يا ابني عينيهم يا ابني. اللي فيك ده عينيهم يا ابني. طب استنى، هو نعمل وكيل في كل اللي يبص لك يا ابني، في رزقك ولا في شقتك ولا في بيتك. استنى يا حسام، استنى. حسبنا الله ونعم الوكيل. استنى يا حسام. امشي. يلا اتكلي على الله. امشي يلا. يا ماما افهمك. لا 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 لا. امشي قدامي يلا. طب
طب انت يعني عندكيش دم امشي قدامي انت رخمه. ايه ده يا حسام ده عرفتي ازاي؟ حقك الله يا ام. سمعتهم بالصدفه طلع من الاوضه. انا كنت قايله لها انا نازل، دخلت نسيت الساعه بتاعتي، دخلت اجيبها، طلعت من الاوضه لقيتها بتتكلم، عملت ايه تقول لاختها انا عملت وعملت وسويت. وحش عنك الغم والهم يا ابني، ويبعد عنك ولاد الحرام، وحش عنك العين الوحش، ويبعد عنك الحسودين يا رب. عقلي بقى وانا هكلم شيري وجبريل واجيبهم دلوقتي. هتقدر تخليهم يرجعوا تاني من الطريق؟ ماشي يا ابني، الله يبارك لك يا حبيبي، واستر معاك ويكفيك شر طريقك ويكفيك شر العين الوحشه.